يعني طلع عندي في رجال حلو ابيض، وبعدين طلع عندي ورقة الزواج. هذا اول شيء طلع، برغم من انه في ورقة طلعت تابعة انه في مشاكل موجودة، بس يعني القراءة حلوة. وكمان احب ابشرك انه طلع عندي الطاقة تبعك حلوة كتير. طاقة الورقة اللي اجتك انه في عندك حظ حلو، في عندك سفر ممكن يكون قصير هيك، في حب موجود بحياتك، حب حلو حظ، في حدا بيفكر فيك، يعني شغلات حلوة، طاقتك حلوة، انرجي، في طاقة ايجابية. المهم اليوم رح نعمل القراءة العاطفية ورح نشوف أحوالك إيه يا برج الدلو، ومشاعر الحبيب اتجاهك إيه، والعلاقة ماشية إزاي. فالأوراق اللي طلعوا أوراق جميلة جدا، ورح نبلش. أحب أذكر كمان إنه أنا عم بحاول أتكلم بطريقة تفهموني بها، لأنه اللهجة تبعنا إحنا هون ما رح تفهموا علي، فهمت؟ لهيك رح نبلش. فاللي أنا شايفاه يا برج الدلو إنه أنت في وقت فرح وسعادة، وحاليا كتخرج كتفسح، يعني بتخرج وتتوسع في طاقة إيجابية جدا. كمان عندي في ورقة بتقول لك عشان ترجع الرومانسية لحياتك أكتر لازم تبقى أكتيف وسعيد، وانت كده فعلا. فأنا طالع لي انت فرحان جدا وفي طاقة من الإيجابية، وعلى فكرة الحبيب كمان بيحقق نجاحات وسعيد وفرحان ومقضي وقت حلو، يعني مقضي عم معك يدوز يعني وقت حلو. وأحب بشرك انه عندي الحبيب عايز يرتبط بيك، بيحبك كتير كتير. أما إذا كان عيان ممكن يكون شوية تعبان، طالقة في عندي ورقة إنه ممكن يكون تعبان، احتمال يكون جسديا أو نفسيا. بحب بشرك إنه راح يتشافى، لأنه حاليا بيعمل استشفاء. وهو كمان شايفك شخص جميل يا برج الدلو، وشايفك شخص بتمسك أعصابك ومميز، وفيك شغلات كتير حلوة من جواتك. كمان طلعت عندي في ورق للحبيب، الورق بيقول له انه الحبيب احيانا بيبقى حاسس انه الطريق قدامه مسدودة، ولكن دي مجرد اوهام. وعشان ما يبقاش الحبيب عشان الحبيب ما يبقاش حاسس بهذا الاحساس انه الطريق امامه مسدودة، لازم يدور على طريق تانية، هيك الورق بينصحه. وكمان الحبيب بيفكر انه ممكن يحل المشكلة معاك، سواء كانت فلوس او ارتباط او زواج او حتى العيلة، اذا كان في مشاكل هيك او شغلات يعني صارت بيناتكم. فانا بشوف انك ممكن تكون بتتعامل مع شخص ترابي، سواء كان عذراء، شو اسمه الثاني، تور، او حتى هو البرج الثاني، او حتى برج الاسد، لان التفكير بيشبه الابراج الترابية، لانها بتفكر بطريقة واحدة، في مشكل اذا لازم لاقي الحل. يعني الابراج الترابية بالرغم من انهم عم بيفكروا كتير وعم بيحسبوا خطواتهم، بس عم يعني بدهم يلاقوا الطريقة عشان يخلصوا من المشكلة اللي عندهم بطريقة تناسبهم. وحقيقة الشخص ده غير تفكيره وبدأ بيفكر بطريقة تانية، غير نظرته حول العلاقات والحب والارتباط. يعني هو بيقول انه مش لازم تكون بنفس الطريقة اللي هو متعود عليها، فهو حاليا متغير، وحاليا متغير حتى تفكيره متغير. وهو شايف انه لازم يدي العلاقة فرصة تانية،
خصوصا انه شايفك انك انت انسان مرح وفرحان وما و مرح وسايب الامور على ربنا، وانسان شايفك انسان روحاني جدا وطيب وجميل وعندك قدرة على ضبط النفس، وشايفك شخص حنون جدا بتطبطب على غيرك وطيب كتير. قراءتك حلوة يا برج الدلو، حلوة. وحب أشرك إنه في عندي إنه خلال الأسابيع القليلة القادمة الأمور حترجع لمجاريها بينكم وحتتحسن، والشخص ده حيدور على حلول مناسبة عشان يضبط بيها العلاقة تبعكم، وتكونوا في سعادة ومتفاهمين أكثر. كمان أنت يا برج الدلو، أنا حبيت برج الدلو خالص. كمان أنت يا برج الدلو إنسان طيب، وكأنه الورق عطيني إنه أنت سفير السلام، إنسان قلبه مفتوح للحب، إنسان طيب وما بيحبش المشاكل، وإنسان مش بتاع يعني لف ودوران. وانت كمان شايف الحبيب كده، شايف انه مش بتاع لف ودوران، وانت كمان بتحس بالسعادة والإلفة معه. وفي الفترة الجاية، خليني اشوف لك، في الفترة الجاية الأوراق كتير حلوة، طالع عندي ورقتين للزواج، يعني الورقة الثانية هون ورقة هون، يعني الإنسان ده عم بيفكر في الارتباط يعني بصراحة. خليني اشوف لك في الفترة الجاية. خلينا نشوف. أنا على طول عم بحب أحط الورق عشان ما نضيع وقت. يا برج الدلو، في الفترة الجاية هتلاقي في طرق مختلفة تقدر تقرب بيها وجهات النظر بينك وبين الشخص ده. فأنت غتقضي وقت حلو، غتخرج وتنبسط وتتفسح، وحيبقى في تواصل روحي بينك وبين الشخص ده. انتو ممكن يعني يمكن حيتم عندكم في الزواج خلال الشهر ده، يعني مبين عندي، طالع عندي ورق الزواج مرتين يعني. كذلك عندي في فرح، في سعادة، يعني في شغلات حلوة يا برج الدلو. كمان في عندكم 3 أوراق، يا كمان يعني في 3 ورقات، في عندي طالعة ورقة الزواج، ورقة الأطفال، ورقة الحياة السعيدة، يعني مو ممكن الأوراق دي تطلع مع بعضها يعني هيك، يعني هذه أول قراءة بتطلع فيها كل هالشغلات هاي. حتى يا برج الدلو، إذا كنتوا أنتوا متباعدين ففي عندكم رجوع، ده شي مؤكد عندي. وفي ناس حيبقى في عندها حمل، كمان كمان جايز تعملوا مع بعضكم حاجات مشتركة، ممكن مشروع، ولكن انتوا الاتنين حتكونوا مبسوطين، يعني الشغلة هذه حتعملوها مع بعضكم. في عندي ارتباط وزواج ورجوع وكل شي حلو، طالع عندي كل شي حلو. تبارك الله وصلى على النبي، عندنا احنا بنقول تبارك الله وصلى على النبي، الله يتمم على خير. كمان طالع عندي ورقة، خليني اشوف لك شو راح يجي من ورا هالورقة. لا، انت حظك حلو، انت خلاص خلاص طلعت لك ورقة السعادة. خليني اشوف لك هونيك. لا، الزواج طالع عندي ورقة الزواج والأولاد، يعني طالع عندي ورقة السعادة والفرح والأولاد. وكمان بتقول لك الورقة اختر الشي، يعني اختر الشي اللي حيوصلك للي انت عايزه، يعني الشي اللي بتشوفه مناسب لإلك. كمان عندي ورقة بتقول لك انتوا روحانيين، انتوا الاتنين
الشخص ده هيتغير، فإذا كنت قلقان منه فاطمن، أنا بقول لك اطمن، لأنه الشخص ده داخل في تغيير، لأنه شايفك الشخص المناسب إله، وشايفك الهدوء والسلام الداخلي، فأنتوا الاتنين غتدوزوا مع بعضكم وقت حلو، يعني حتقضوا مع بعضكم وقت حلو. انت عندي ورقة طالعة لك عم بقراها، طالعة لك ورقة بتقول لك انت واحد، انت معجزة وواحد من هذا الكون، فحس بالارتباط الروحي اللي موجود بينك وبين الآخرين، مش بينك وبين الحبيب، بينك وبين الآخرين، لأنك لما بتحس بالحب معه ومع الناس بتكون أكثر سعادة وفرح. كمان في ملائكة حوالينا وربنا موجود، فممكن تتواصل في أي وقت لما تشعر بالوحدة مثلا، ولكن أنت أصلا في طاقة إيجابية عندك، وحاسس إنك سعيد، وطالع عندي عندك طاقة فرح. خلينا نشوف لك ورقة تانية يا برج الدلو، نشوف بنشوف شو بيطلع معنا، نشوف. شو هاي الورقة؟ استنوا. اها طالع عندي. اها شو هاي السيف تبعكم؟ اوكي السيف منيح. طالعة عندي ورقة، جايك ورقة بتقول انت المعززة، وهذه بصراحة هيدي هي الحقيقة، لانه الانسان بحد ذاته هو معجزة، خلقنا الله وكل انسان فيه معجزات كثيرة، لانه في طاقة جميلة قوي عندك يا برج الدلو، وانت بتقدر انك توسع هذه الطاقة هذه على الناس، والشخص اللي معه كمان هو طيب كتير. كمان بتقول لك الورقة انت وهذا الشخص اطلبوا المساعدة من ربنا، فانتوا ممكن تكونوا مش مرتبطين. خلوني، حتى لو كنتم منفصلين فانتو سولميت ورفقاء روح، وفيكم ناس كذلك توأم شعلة، وحتى لو كنتم منفصلين حترجعوا لبعض لانكم بتحبوا بعض. فالقراءة تبعكم قراءة حلوة يا برج الدلو، كذلك عم شوف في قراءة تانية عندي هون، انه في ناس بيناتهم مشاكل، حب قلن انه الامور راح تصير منيحة وراح تخلص هاي المشاكل، لانه انتو مع بعضكم سولميت وفي تواصل روحي، وراح يكون في رجوع. في ناس عندهم عرس كمان، عندهم عرس، في ناس عندهم خطبة، بقول لهم الأمور راح تمشي مزبوط، بس انتو لازم تضلوا إيجابيين وتضل عندكم الطاقة الإيجابية. حب أقول لكم إنه الحظ واقف معكم، والوقت وقتكم، يعني بلش الحظ الحلو مبلش معكم، وحتى نفسيتكم حلوة وانتو ناس طيبين مبين عندي، والملائكة وربنا واقف معكم طول ما انتو متوكلين عليه، يعني توكلوا على الله، فربنا معكم يا برج الدلو.
ما تنسوش تقولوا لي ايه الاخبار وايه الموضوع، ايه القراءة الحلوة اللي عندي والطاقة الايجابية، شو سر هاي الطاقة الايجابية؟ تبارك الله وصل عني، لان القراءة دي قراءة جميلة وملفتة للنظر بصراحة. فقولوا لي ايه الاخبار في التعليقات، وما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلني كل جديد، يوصلكم كل جديد. اعذروني بس القراءة دي أثرت علي، لأنه قراءة حلوة، يعني قراءة كتير حلوة، وبرج الدلو هون طالع الملك بصراحة، حتى الحبيب كتير منيح طالع عندي. فأشوفكم على خير، وتنسوش تخبروني، لأنه في عندي فضول أعرف الموضوع شو، يعني الموضوع. فربنا معاكم.